بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلاب الشهادة الإعدادية. معانا درس جديد في اللغة الإنجليزية بالنسبة للشهادة الإعدادية. طيب، الدرس النهاردة بيتكلم على المعدود وغير المعدود. عايزين نعرف يعني إيه معدود ويعني إيه غير معدود. تمام، الدرس بيتكلم عن النونز، إن هي الأسماء. الأسماء هو مقسمها لقسمين، قسم معدود وقسم غير معدود، countable و uncountable. طيب، عايزين نعرف بس يعني إيه الأول معدود ويعني ايه غير معدود، اعرفهم ازاي ومحتاج اعرف فيهم ايه. اول حاجه تعريف المعدود ان هو الكاونتبل. طبعا الكاونتبل هو اني ناون يو كان كاونت، اي اسم بتعرف تعده، لان هو جاي من كلمه كاونت يعني يعد. تمام، وفي نفس الوقت هي هاز ا بلورال وله جمع. تمام، يبقى اي اسم يعد وله جمع، فبالتالي الاسم المعدود بيبقى مفرد وبيبقى جمع. تمام، تاني حاجه الانكاونتبل غير المعدود. غير المعدود دوت هو any noun you can't count، ما بتعرفش تعده، اي اسم ما بتعرفش تعده، and doesn't have a plural وملوش جمع، فبالتالي هو دايما مفرد عشان انا ما بعرفش اعده، ما بعرفش اقول 1 2 3 4، ما بعرفش اعده، فبالتالي هو مفرد دايما. طيب نيجي تاني للمعدود اللي هو الكاونتبل، اللي انا بقسمه منهم كاونتبل وانكاونتبل. نيجي للاسم المعدود تاني. الاسم المعدود ده اتفقنا ان هو ليه مفرد. تمام، ليه مفرد؟ تمام، المفرد بتاعه دوت بيجي قبليه ايه او ان، دي ادوات، ادوات النكره، يبقى المفرد بتاعه بيجي قبليه الاي او الان. تاني، والجمع بتاعه بيبقى اخره حرف الاس، او طبعا جمع شاذ، احنا عندنا جمع شاذ. تمام، لكن معظم الجمع بيبقى اخره حرف الاس. يبقى انا عندي في تعريف المعدود ان هو حاجه من اتنين، لا مفرد والمفرد لازم يكون قبليه ايه او ان، او يكون جمع اخره حرف الاس او جمع شاذ. زي عندي هنا الكلمه بتاعتي انا كاتبها a boy ولد، boys اولاد، an orange oranges، a man men. طبعا دي جمع، لكن جمع شاذ معناها رجال. طيب، فبالتالي a boy ده اسم معدود. عرفت منين؟ عشان دي كلمه مفرد قبلها ايه؟ قبلها الـ a. boys اسم معدود عشان هو مجموع، لان غير المعدود ما بيتجمعش. برضو an orange، برضو an وأورانجس الجمع بتاعها، وديت برضو معدود وغير معدود. تمام، نيجي لغير المعدود. غير المعدود ده هو دايما مفرد زي ما اتفقنا عشان هو ملوش جمع، لكن الشرط بتاعه ان المفرد ده ما بيتحطش قبليه ايه او ان، زي المعدود ما بيتحطش قبليه ايه او ان. تمام، ولما يجي يتجمع ما بيتجمعش، فبالتالي ما بحطلوش حرف الاس في الاخر. تاني، يبقى غير المعدود الاشياء الغير معدوده زي السوائل، زي الاكل مثلا في الانجليش، هو دايما غير معدود، فبالتالي الغير المعدود ما بحطش قبليه ايه وان مع انه مفرد. تمام، وفي نفس الوقت ما بيتجمعش، زي عندي كلمه اسمها ووتر، ما فيش حاجه اسمها ا ووتر، ما ينفعش. اويل، ما فيش حاجه اسمها ان اويل. ميت، ميلك، تي، شوجر، سكر، تشيز، جبنه. فبالتالي هو دائما مفرد وليس له جمع ولا يضاف له الاي والان للمفرد. تاني، عايزين ناخد ملاحظه صغيره قبل ما نخش بقى على الحاجة المهمة اللي فيها بالنسبة للمنهج بتاعنا. الملاحظة الصغيرة دي إن أنا هقول إن في بعض الكلمات، بعض الكلمات بت إيه ممكن تبقى معدود وممكن تبقى غير معدود. عادي جدا، ساعات بتبقى معدود وساعات بتبقى غير معدود حسب معنى الجملة، حسب معنى الجملة. تمام؟ طيب بعرفها إزاي؟ عندي هنا مثلا كلمة اسمها جلاس، إن هي زجاج أو إزاز، طبعا ده غير معدود. لما لقيت في الجملة جلاس كده فيها ايه؟ الايه في الاول، فبالتالي عرفت ان ده معدود عشان قبليه ايه؟ اداه الايه، فعرفت ان هي معناها كوبايه، ما بقتش معناها ازاز، اتغيرت معناها. معدود قصدي معدود وغير معدود. كلمه ايرون معناها حديد ما بيتعدش، لان ايرون مكوى. وود خشب ما بيتعدش، او وود معناها غابه صغيره. بعد كده بيبر ورق ما بيتعدش، بيبر معناها جريده او جورنال. تمام، دي بعض الملاحظات قلنا نقولها برضه، هي صحيح مش موجوده عندنا لكن قلنا ناخد بالنا منها. عايزين نعرف ايه تاني في المعدود وغير المعدود. في بعض الكلمات هو بيجيبها عشان نبدا نعد المعدود ونعد غير المعدود. اعد غير المعدود ازاي؟ اذا كان هو اصلا ما بيتعدش ومالوش جمع، ازاي اعده؟ في عد غير المعدود هنقول معلومه صغيره خالص. لما اجي اعد حاجه غير معدوده، لما اجي اعد الميه مثلا، عايز اعد الميه، اعدها ازاي؟ عندي طريقه من اتنين، يا اما الطريقه اللي هناخدها دي ان هي بيسموها الكلمات ايه؟ الكلمات الشائعه. يعني ايه كلمات شائعه؟ يعني اقول كثير من الماء. تمام، انا ما قلتش قد ايه ميه بالظبط،
ما حددتش الكميه قد ايه، لكن قلت كلمه شائعه وخلاص ان دي حاجه كثيره او عندي ميه قليله، تمام كده، لكن ما قلتش كميتها قد ايه. طب افرض بقى انا عايز اعرف كميتها قد ايه، عايز اعرف عددها قد ايه، قصدي كميتها قد ايه، ان طبعا مفيش عدد، تمام. فممكن مثلا اجيب كلمه اسمها ادوات التجزئه، ان هي بيسميها كلمات مساعده بتساعدني اعد غير المعدود. فاجيب كلمه ازازه مثلا ابوت الاوف عشان اعد الووتر، او اجيب مثلا كلمه اسمها اجلاس اوف كوبايه من عشان اعد مثلا التي الشاي، او اكاب اوف عشان اعد الكوفي القهوه، تمام. طيب احنا عندنا النهارده الكلمات الشائعه ان هي معناها كثير وقليل، كلمتين كثير وقليل، لكن كل كلمه منهم عباره عن كلمتين، يعني هم 4 كلمات، 2 كثير واثنين قليل. تعال بص معايا كده، عندي كلمه ميني وماتش، كثير وكثير، لكن ميني مع المعدود، ماتش مع غير المعدود. عندي كلمه افيو وليتل، افيو مع المعدود قليل، وليتل مع غير المعدود قليل برضه، تمام. يبقى انا عندي 2 كثير واثنين قليل. نيجي بعد كده نقول الفرق بين كلمه اليتل وافيو وليتل وفيو من غير حقي، من غير اداه الاي، من غير الاي دي. طبعا ده كذا طالب دايما بيسال السؤال ده، هو انا اعرف الفرق ازاي؟ عشان بشوف في الجمله كلمه فيو وبشوف في الجمله تانية كلمه افيو، مع ان الاثنين معناهم قليل، لكن بس برضه ملاحظه صغيره كده ناخدها، الفرق بينهم ان دايما الاي اليتل وافيو هي قليل يكفي، لكن بطريقه ايجابيه. يعني ايه طريقه ايجابيه؟ يعني الحاجه دي، يعني هل هي برضه الحاجه دي قليله عندي، لكن هي مكفياني مش مضايقاني في شيء، تمام. فهو مثلا عندي اصحاب قليله لكن انا مبسوط مش متضايق، فبالطريقه اسمها ايه؟ افيو مش فيو، تمام. لكن لو كلمه فيو بس من غير حرف الاي او من غير اداه الاي، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا متضايق او الحاجه دي بطريقه سلبيه، فاسمها فيو ليتل، دي قليل بطريقه سلبيه لا يكفي. تعال بص المثال ده كده، يوري حسن هاز فيو فريندز، عنده اصدقاء قليله حسن، سو عشان كده هي فيلز لونلي، هو حاسس بوحده، تمام. عشان كده جبت كلمه فيو، فيو دي يعني هو عنده اصدقاء قليلين وهو متضايق من كده، فبيسوي ايه؟ بيسموها طريقه سلبيه. تعال بص الثانيه، وي هاف ا فيو بينز، احنا عندنا اقلام قليله، بس لكن وي ويل اول رايت، كلنا هنكتب. يبقى انا صحيح عندنا اقلام قليله مش كتيره، تمام، لكن هي مكفيانا، هنبدا نوزعها على بعض، كلنا هنكتب. فاحنا دي حاجه اسمها طريقه ايجابيه مش مضايقاني، ده الفرق بس بين ايه؟ بين الاثنين، ملاحظه صغيره كده. طيب نعرف ايه تاني في المعدود وغير المعدود؟ ال4 كلمات اللي احنا خدناهم بتوع ميني وماتش وافيو ليتل، تمام، ليهم حاجه اسمها مقارنه وافضليه. ازاي اعمل مقارنه وافضليه؟ المقارنه بتاعتي ميني وماتش مقارنتهم واحده، ان هي مور ذان، الافضليه بتاعتها ذا موست. عندي بعد كده افيو، افيور ذان، ذا فيوست، اليتل ليس ذان، ذا ليست. ناخد بالنا من ايه؟ من المقارنه. المقارنه دايما معاها كلمه ذان، كلمه ذان دي معناها من، عشان تبقى اكثر من، اقل من، اقل من، فدايما معاها كلمه زاد. خلي بالنا من الكلمه دي عشان بتبقى علامه صغيره في الاختيارات، دايما بيلاقي في الاختيارات كلمه زاد، فبعرف على طول ان هو عايز مقارنه، فبدا ادور في الاختيارات عن حاجه من الثلاثه دول. تاني حاجه نقول ذا في ايه؟ ذا موست وذا فيوست وذا ليست، الافضليه دايما معاها كلمه زاد، زي اللي في الاول دي، ان هي اداه التعريف ال، عشان تبقى ال اكثر او الاقل، دايما معاها ذان. خلي بالنا الافضليه ذان والمقارنه ذان، تمام كده. طيب تعالى كده نشوف كام جمله من الامتحانات انا جايبها ونبدا نحلهم ازاي. بص انا جايب بيقول ايه، نوت ميني بيبول، مش ناس كتيره، لايك هيستوريكال نوفلز، بيحبوا القصص التاريخيه او الروايات التاريخيه، تمام. عايز ابدا بكلمه فيو، فطبعا هشيل كلمه نوت ميني واقول فيو بيبول لايك هيستوريكال نوفلز، يبقى ناس قليله او طلبه قليله بيحبوا الايه؟ اللي هي الروايات التاريخيه. I'd like to read a detective story but I don't have much time، انا ما عنديش وقت كتير. عايز احط كلمه تكل قليل، فعايز اقول هبدا الجمله دي زي ما هي، I like to read، مفيش اي مشاكل فيها خالص، هتنزل زي ما هي a detective story but لكن I have، انا عندي little time، انا عندي وقت قليل، بدل ما عنديش وقت كتير انا عندي وقت قليل. اللي بعديها all the students، كل الطلبه في الفصل
هاف فايف بوكس، عندهم خمس كتب، كل طلبه معاهم خمس كتب. بط ياسر، لكن ياسر هاز اونلي 3، عنده ثلاثه بس، فبالتالي هو عنده اقل كتب. ذا فيوز، يبقى نقول هنا ياسر، ممكن نبدا بياسر وممكن ننزل الجمله الاولانيه زي ما هي. هاز ذا فيوز، عنده اقل بوكس، اقل كتب. ممكن ننزل الجمله زي ما هي، يعني all the students in the class have five books، كل الطلبه عندها خمس كتب، لكن ياسر عنده اقل كتب. تنفع الاثنين عادي. نبص الجمله دي، روضه has more books، عندها كتب اكتر ايه في هير باك، في الشنطه بتاعتها، عن رانيا. طب عايز يحط كلمه فيور، عايز يعمل اي مقارنه لكن في الاقليه مش في الاقصى، فيحذف كلمه مور ويحط فيور. طب احط فيور ازاي؟ يبقى انا هضطر اعكس الفاعلين دول، الفاعل والمفعول. هخلي رانيا هنا الاول، او رانيا، وهي زي ما هي، ونحط فيور بوكس ان هير باج، ونكمل الجمله عادي. زين عن مين بقى؟ نجيب الفاعل ده هنا، هي روض. تمام، المعدود وغير المعدود درس سهل جدا، نحاول نلخصه مع بعض. خدنا فيه اربع كلمات، ميني وماتش، كثير وكثير. ميني مع المعدود، ماتش مع غير المعدود، افيو وليتل، افيو قليل مع المعدود، الليتل قليل مع غير المعدود. المقارنه بتاعتهم ميني وماتش، المقارنه بتاعتهم مور ذان وذا موست، افيو فيور ذان وذا فيوست، بعد كده الليتل ليس ذان وذا ليست. اتمنى الدرس يكون سهل عليكم ان شاء الله، وتكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.